أسوي لكم أسهل وأسرع خبز تورتيلا في البيت لذيذ. أول شي أحط الدقيق والبيكنج باودر والملح وأخلط المواد الجافة مع بعض، وبعدها أحط الزيت وأخلطهم مع بعض، وآخر شي أحط موية ساخنة وعلى العجانة إلى ما تتكون لي عجينة متماسكة، وأخلي العجينة ترتاح لمدة 20 دقيقة، وبعدها أقسم العجينة إلى 6 كور متساوية وأفرد العجينة بشكل مرة رقيق وعلى الصاج، وأول ما تطلع الفقاعات أقلب على الجهة الثانية، وأول ما أخلص من خبز التورتيلا أحطه في منشفة وأغطيه عشان ما ينشف علينا، وبس كده خلصنا. حقيقي الطعم جنان وما يتفوت، وبالعافية علينا.